اتنين، لماذا تكره إسرائيل الجزائر؟ امبارح في الجزائر تم الإعلان عن القبض على خلية تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي. تخيل وين؟ احنا إذا إعلان مثير وخطير للغاية، إن إسرائيل تتجسس على الجزائر، إن جهاز الموساد خلية تابعة له، وإن الجزائر ألقت القبض على هذه الخلية. إذن الكراهية التي تقنها إسرائيل الجزائر وتجلت كثيرا فيما قبل ظهرت أمس في خلية تابعة للموساد كانت تراقب الوضع في الجزائر. ممكن حد يقول طب هي الخلية ديت بتصور إيه؟ وافترض أن هي صورت مرفق ولا مرفقين، منشأة ولا منشأتين، انتوا عايشين في كوكب تاني. ما منطقي جدا أن الصور دي موجودة عبر أقمار صناعية وموجودة عبر آليات أخرى. الحقيقة أن دول كانوا بيصوروا الحاجات ديت مش عشان يحصلوا على صور أسطورية لمرافق عسكرية، لا، إنما عشان الصور دي تستخدم على فيسبوك وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من أجل إثارة الفتنة في الجزائر، لأنه تاريخيا منطق الاستعمار ومنطق العدو في كل مكان فرق تسد. أنا ليه أتعب نفسي بالسلاح وبالحرب والاحتلال إذا الفتنة والواقعة بين أبناء الشعب تحقق ما يحققه السلاح؟ أوفر الرصاص وأوفر الغزاه وألجأ إلى هذا الأسلوب في أن أفرق الأمة من الداخل. والفيسبوك هو أداة حقيقية في الحرب الحديثة للاستعمار، وبالتالي هؤلاء الناس العملاء والجواسيس بيصوروا صور وبعدين تنزل على فيسبوك تؤدي إلى واقعة في مدينة تمتد إلى ولاية ثم إلى ولايات، ولأن الجزائر مضت في الطريق الذي يريده الأعداء. وقبل كده في عشرية الدم، العشر سنين اللي قتل فيها 200,000 جزائري، سنوات الإرهاب اللعينة، البعض كان بيتصور أن الجزائر لن تخرج من بحور الدم، لكنها فاجأت العالم بالخروج من بحور الدم وعادت الجزائر قوية من جديد. دلوقتي الجزائر مستهدفة يمكن أكتر من دول أخرى في العالم العربي وخارج العالم العربي، ومراكز الدراسات الغربية بتتكلم عن مستقبل الجزائر. الإعلام الغربي ومراكز الدراسات الغربية بتتكلم عن أن الجزائر قد تتجه إلى المجهول. هم بيحاولوا يظهروا الجزائر أنها متجهة إلى ضعف، البعض بيحاول يغذي جماعات إرهابية سواء نشأت في ليبيا وأماكن أخرى علشان تتجه فيما بعد إلى الجزائر، ولو لا قدر الله سقطت الجزائر ده معناه سقوط للكثير من العواصم العربية. الجزائر دولة قوية وجيش قوي ولها تاريخ كبير، ولا قدر الله إذا نجح الأعداء في إسقاط الجزائر ده معناه داخلين على حقبة صعبة جدا من تاريخ العالم العربي، لكنه لن يحدث بإذن الله. امبارح هذه الخلية التابعة للموساد تم إلقاء القبض عليها، اعترفوا أنهم عملاء لإسرائيل وبيشتغلوا لحساب الموساد، وأنهم لما قدموا قالوا أنهم مهاجرين لكن هم جواسيس. السؤال، لماذا تكره إسرائيل الجزائر؟ الإجابة في وسائل الإعلام الجزائري لما نبحث عن صورة الجزائر في الإعلام الإسرائيلي نجد ما يلي. وسائل الإعلام الإسرائيلي ترى الجزائر العدو الأول لإسرائيل. ليه؟ نمرة واحد، إن الجزائريين من أكثر الشعوب كراهية لإسرائيل. وصحيفة هارتس الإسرائيلية قالت جملة قاسية جدا إن الشعب الجزائري شعب عدواني متوحش ويستهدف إسرائيل. نمرة اتنين، إن البعض ممكن يقول وإسرائيل فين والجزائر فين؟ الجزائر بعيدة عن إسرائيل، كيف تهدد الجزائر إسرائيل؟ برضو الإعلام الإسرائيلي بيجيب والمحللين العسكريين الإسرائيليين بيجيبوا أن الجزائر ليست بعيدة، لأن عندها جيش قوي وعندها قوات بحرية قوية، والجزائر شاركت في حرب 73، وتقدر الجزائر مرة أخرى تشارك في حرب ضد إسرائيل عبر البحرية الجزائرية القوية. وإن في ثلاث طرادات
شبح جايين من الصين قريب هينضموا إلى البحرية الجزائرية القوية، وبالتالي في قلق من سلاح البحرية الجزائري. نمرة ثلاثة، إن إسرائيل حاولت إنها تتدخل في النسيج الجزائري وفشلت، ومحاولة امبارح اللي تم إلقاء القبض عليهم هو هدفها كده، الوقيع داخل الجزائر وتفكيك المجتمع الجزائري وضرب النسيج الوطني في الجزائر عبر بقى عرب وأمازيغ، عبر إسلاميين ومدنيين، عبر إسلاميين وإسلاميين، أيا كانت أداة الفتنة، إنما هزيمة الجزائر بأن تكون الجزائر ضد الجزائر وأن تكون الفتنة داخلية. إنما عجز إسرائيل إن هي تفكك النسيج الجزائري ده أدى إلى إن إسرائيل تستهدف الجزائر بطرق أخرى. نمرة أربعة، الجزائر دولة مؤيدة للحق الفلسطيني على مدى تاريخ القضية الفلسطينية، وكان دورها كبير جدا في دعم منظمة التحرير وفي إن فلسطين تكون عضو مراقب في الأمم المتحدة. نمرة خمسة، صحيفة الخبر الجزائرية بتقول إن سنة 2010 إسرائيل غيرت مسار الأقمار الصناعية العسكرية، أقمار التجسس الإسرائيلية، علشان تركز على المنشآت العسكرية الجزائرية وعلى الجيش الجزائري، وبالتالي ده موقف عدائي واضح من إسرائيل تجاه الجزائر. ستة وأخيرا، إن الجيش الجزائري بيتطور وبيصرف كتير جدا على السلاح وبيصرف كتير جدا على الدفاع، فهم بيسألوا الجيش الجزائري بيتطور ضد من؟ والإجابة في إسرائيل إن جزء من أهداف الجيش الجزائري إن في حال أي حرب مع إسرائيل سوف تشارك الجزائر كما شاركت من قبل. طبعا في جزء من ده في دعاية صهيونية ضد الجزائر لتأليب أوروبا وأمريكا على الجزائر وتأليب المجتمع الغربي على الجزائر، وإظهار أنها دولة عدوانية وحشية تستهدف إسرائيل. لكن الجزائر دولة منضبطة تحترم القانون الدولي، ولها تاريخ مجيد من الدفاع عن أراضيها، وتاريخ مجيد عن نصرة ومؤازرة الأمة العربية والقضية الفلسطينية. إنما بقى واضح تماما إن إسرائيل وحلفاء إسرائيل في العالم بدأوا يستهدفون الجزائر حكومة وشعبا وجيشا. حفظ الله الجزائر من كل سوء.